هذا المقطع برعاية EA Creator Network. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. أول شي طبعا هذا المقطع sponsored by EA Creator Network، شكرا لـ EA على الدعم. وبهذا المقطع رح أتكلم على السريع على الإيفنت الموجودة حاليا اللي هي Evolution. طبعا هي السكنات اللي هلأ بتقدر تجيبها، بيفتحوا لك الهيرلوم تبعي ترامبارت. طبعا في سكنات حلوة وفي سكنات يعني صراحة ما كتير، سكنات للأسلحة فلات لاين ثيرد ريبيتر. شو رأيكم بهذا السلاح؟ مين بيلعب فيه؟ أنا يمكن جربته مرة أو مرتين بس سحبت عليه. في شغلات حلوة ل شفتها ل أيوه لريث، هذه حبيتها. وفي لها سكن خطير بهذه الفعالية، طبعا اللون البطاقات شارم. وبنجي على الباثفندر، في عنا سكين الماستيف. شو رايكم بالشوت جان حاليا باللعبة؟ اي واحد عم تستعمله؟ انا بصراحة بستعمل هلا اكتر شي الايفا 8. هذي السكين حلوة تبعت السنتينل الR301، في احلى منها صراحة برا الفعالية. وهي السكن تبعيت ريث، والله هي السكن صراحة خطير. الباتفندر طبعا هذا عندي على البلاي ستيشن، صح هذا الحساب تبعيت البي سي، بس لانه البلاي ستيشن حاليا مش موجودة بقى اضطريت اسوي المقطع عن طريق البي سي. اي رامبارت هو كان بيقدروا يسوي له يعني سكن احلى من هاد، بما انه يعني الفعالية باسم رامبارت. اللايف لاين حلو شوي بس يعني مش كتير، واوكتين يعني عادي اورانج وابيض. واخر شي عنا البنجلور، هذا السكن حلو صراحة حبيته. يعني السكنات الموجودة هون بهي الفعالية اكتر شي حلوين اللي عجبوني هنن ريث باتفندر و بنجلور، اللون صراحة اكتر سكنات. وطبعا هي الهيرلوم تبعيتها. I make things by hand and kill things by hand. وهذه الانترو. في كمان سبيشال اوفر، في هذا السكن حلو تبعيت البلود هانت، بعرف عم فكر اجيبه. شو رايكم يا شباب؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، او ممكن اجيبه لانه ما حتلحقوا تكتبوا في التعليقات. اوكي، بعدين في عنا هدلون تبعات الفعالية، هلا فيكم تجيبوا هدلون انتو. بيعطوك معها 7 بثلاثة 10 11 12 سكن اوريدي فتحت من اصل 24. شايفة انه هي التوفير احسن. هدلون كم شغلة. تمام يا شباب، انا ما كتير بلعب على البي سي، بس ان شاء الله يعني حبلش العب على البي سي قريبا، وممكن تشوفوا مقاطع نازلة من على البي سي. وهلا بترككم مع جيم بلاي مسجلة كنت مع الشباب، كمان جربت فيها السكنات الجديدة، وإن شاء الله يعجبكم المقطع. ولو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم، يا ريت تشتركوا بالقناة وشير واللايك، ونشوفكم على خير، السلام عليكم. I think we're going to do great, friend. Introducing your champion. This is awesome. I'm the jump master. I say we land here. Hold your breath if you have to breathe. I'm flying. Might be something.
طلع طلع. ما مات. Compadre, get up. Come on, come on, come on. And that's all of it. Good job, compadres. They're far. Engaging. Reloading. Reloading. Attention. Delivering. Are the one لايفلاين لايفلاين هون كان تحت مستحيل يكون راح Reloading I killed an enemy That's how you do it هذا كيف راح Oh, that's got a kick! Reloading! That's the last of them, amigos! Booyah! Hostile right here! Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Jump at him! Triple take here. Reloading. Enemy taken down. I was. I did all kinds of really amazing moves. Are you listening? Reloading. Booyah! لا لون كوره لوك اوت جرينيد في ناس من وراك هرب هرب يا احمد ليت اي ام ريبيرينج ماي سيلف لا افكر في حيوان giving my shields a
charge. مو لازم تفوت كلك كنت. تفكت كل هاتك لجوة ونخلي الطرف هيك برا الطرف جوة. جيم ظريف بس نعش الخوص حشكوا هذولي هون حشكوا السكواد الثاني كيف نحط عليه؟ We have our Apex champions.